انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي للجان في نسخته الثانية بعنوان واقع الاقتصاد والفرص المتاحة، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين افتراضيا. خلال الجلسة الافتتاحية قال سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن لقاء اليوم يعكس توافق الجميع على رؤية مشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، لنبرهن أن جائحة كورونا لم تنجح في ثنينا عن إكمال مسيرة قيادتنا الحكيمة وعزمها على النجاح، وأن هذا المؤتمر يعتبر بمثابة المنصة لوضع خريطة الطريق للقطاع الخاص. أوضح الناس أن مبادرة الغرفة لعقد هذا المؤتمر جاءت متوائمة من حيث الوقت والأهداف مع الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، وذلك للإسهام في طرح المزيد من الرؤى لمساعدة أصحاب الأعمال على تجاوز أضرار هذه الجائحة، جائحة كورونا، والتي أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص. بعد ذلك قال خبير الاستراتيجيات الأمريكي جون سيناي المتحدث الرئيس للمؤتمر خلال كلمته إن واقع الأزمة الاقتصادية الحالية جراء تداعيات فيروس كورونا يتطلب منا جميعا التحلي بأفكار جديدة قادرة على مواجهة ما نشهده من تأثيرات كبيرة على واقعنا الاقتصادي. إن لقاءنا اليوم يعكس توافقنا على رؤية مشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني، كما نجتمع لنبرهن أن جائحة كورونا لم تنجح في أن تثنينا عن إكمال مسيرة قيادتنا الحكيمة وعزمها على النجاح، إلا أن أملنا الأكبر هو أن لا تستمر هذه المناقشات على مدار يومين فحسب، بل نطمح لأن يكون هذا المؤتمر بمثابة المنصة لوضع خارطة الطريق القطاع الخاص. كلنا نعرف ان طبعا الجائحه كان لها تاثير كبير على مو بس في عندنا مملكه البحرين، بس في كل انحاء العالم، وفي قطاعات كثيره تاثرت، بعضها تاثرت بشكل يعني خطير جدا او كثير، وبعضها تاثرت بشكل اخف، وبعضها يمكن العكس كان استفادت من الجائحه. كثير من الشركات صار عندها نوع التعثر ونوع الصعوبة في تلبية التزاماتها المالية، فإعادة الجدولة وإعادة الريستراكتشرينج طبعا كثير من المؤسسات راح تحتاج تقوم بهالدور هذه. لقاءنا اليوم في الجلسة الحوارية بنتناول فيه في الحقيقة التحديات اللي تواجه الشركات التجارية القائمة أو المتعثرة أو التي تجد صعوبات في مواجهة تحديات الجائحة. نحن مقدمين على فترة قد تكون صعبة، وإن شاء الله نقدر نوصل إلى نتائج ونقدم بعض النصح والإرشاد إلى التجار، بالذات المؤسسات المتعثرة أو التي تجد صعوبة في مواجهة نتائج الجائحة.